يلا الحين بتكلم عن ريم البارودي. ريم البارودي طبعا أطلت في لقاء مع ريهام سعيد في صبايا الخير، كانت تتكلم طبعا هي كانت متزوجة من المغني أحمد سعد وانفصلوا قبل عدة شهور، فهي طالعة في اللقاء تتباكى وإنه من دهشة إن هو طلقها وإنه راح ارتبط في يعني أو تزوج نفس ما يسمعت من سمية الخشاب، وطالعة تتحكي عن طبيعة هذه العلاقة وإن هي إيش كثر تحملت وإن إيش كثر ضحت وإن إيش كثر ما شنو. أنا شايف إن اللقاء ما كان يعني أساء إلى ريم البارودي أكثر ما فادها، بالعكس هي طلعت قدام الناس إنها مكسورة وإن هي تتباكى وإن هي تبي. عموما يعني هو الرجل ما يحب المرأة الضعيفة القوية، يعني اللي تقول يا الله الله وياك يلا روح، ترى الدنيا ما توقف عشان شخص ثاني ما يبيني. يعني أنا استغربت هذه الممثلة اللي تطلع في المسلسلات إنسانة قوية وإنسانة خارقة تطلع بهالكسرة بهالدنيا بهالطريقة، قاعد تحكي عن إيش كثر يعني تحملت معاه من صدمة. إيه أوكي مو أنت، وإن هي كذا مرة كانوا يفترقون ويرجعون حق بعض، ما هو يعني الرجل عندما يرى إن المرأة بسرعة تتركه وبسرعة ترجع له يستهين فيها. ثاني شيء هو حتى لو كان فنان يعني أحمد سعد صوت جميل أكيد، لكن هو مو ذاك الشهرة، يعني هو يمكن في مصر بس مشهور، في الخليج مو وايد. يمكن شوية كان تنتج له شركة هاب في فترة سابقة ما حقق الشهرة المطلوبة منه في الخليج، هو إلى الآن مغني محلي داخل مصر. يعني أنا وين على ما أسمع أحد قاعد يسمع أحمد سعد، فأنا استغربت إن طالعة تتباكى. بالعكس هذا اللقاء أنا عندي أضرها أكثر ما فادها ريم البارودي أبدا. طالع شخصية انكسارية وهذاك ولا همه، ذاك طالع يمجد في سمية الخشاب كيف هو ذوقه كذي، مع ان سميه حلوه جميله اكيد، واكيد هي اقوى من ريم البارودي، عشان كذي قدرت ان تستحوذ عليه وتخلى عن ريم من اجل سميه الخشاب. شوف مقاطع من لقاء ريم البارودي في صبايا الخير، نرجع مع كشف حساب.